عامل ازاي؟ شايفين ادي منظر الخوخ اهو انطرح بسم الله ما شاء الله. ادي منظر الخوخ اهو، شايفين العناقيد من الطرح عامله ازاي. علشان كده انا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، انا قطب عثمان من قناه البستان الاخضر. طبعا في بدايه الفيديو بشكر حضراتكم وبشكركم شكرا جزيلا، واللي شافني اول مره او شاف الفيديو اول مره ارجو الاشتراك في القناه واللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وانتوا متابعين الكرام لو عجبكم الفيديو واستفدت من الفيديو ارجو اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس عشان انت تستفاد وغيرك يستفاد. ان شاء الله موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده، في ناس كتير جدا بتحكي لي بتقول لي انا عندي بيبقى فيه كميه زهر كتيره جدا ولكن فجاه بلاقي الزهر كله وقع ومفيش انتاج وكل سنه بيحصل الموضوع ده. طب انا النهارده معايا شجره برتقال، دي برتقال يا جماعه بصره اللي هو الصنف او النوعيه الحمراء، تمام؟ شايفين كميه الزهر اللي فيها قد ايه؟ تمام؟ معايا برضو شجره الليمون زي ما حضراتكم شايفين، دي الليمون، ومعايا برضو شجره الليمون دي ليمون برضو ثانيه، دي ليمون طعمه، وادي شجره. انا بكلمكم عشان اعرفكم ان وقت دلوقتي وقت التزهير، وقت التزهير الخوخ، الكمثرى، التفاح، العنب، البرقوق، كل ده اليوسفيات بانواعها، كل ده زي ما حضراتكم شايفين مزهر. طب انا عايز احافظ دلوقتي على الزهر، يعني انا عايز احافظ على الزهر، طب احافظ على الزهر ازاي؟ اول حاجه يا جماعه اهم حاجه ارش حاجه اسمها مثبت زهر، يعني حاجه مثبت زهر اللي انا احافظ على الزهره دي. خلاص الزهره دي ظهرت لازم ارش مباشره مثبت زهر ومرشوش مره واحده بس، لان في يعني انت لو دخلت كده بالكاميرا يعني ارش وبعدها باسبوع ارش مره ثانيه، ده بدأ يفتح زهر والتاني ده بدأ يفتح اهو، يعني في حاجات لسه بدأ اتخرج، يعني ارش ما بين الرشه والثانيه اسبوع. طيب بعد ما ارش باسبوع اعمل ايه؟ يعني انا خلاص رشيت رشه مثبت زهر وهسيب لكم ان شاء الله في اخر الفيديو هتلاقي صوره المبيد، ارش بعدها ب 10 ايام مبيد فطري علشان احافظ على الزهره من الفطريات البياض الدقيق. طيب تعالوا بقى شوف الخوخ عندي بقى عامل ازاي. شايفين ادي منظر الخوخ اهو انطرح بسم الله ما شاء الله، ادي منظر الخوخ اهو، شايفين العناقيد من الطرح عامله ازاي. علشان كده انا بنصح بقول لكم يا جماعه مهم جدا رش المبيدات الفطريه في وقت التزهير، مهم جدا انك انت ترش المبيد المثبت الزهر، تمام؟ دي شجره يوسف اهو ما شاء الله بادئه تظهر معايا. ارجو ان انت تستفاد من الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.